إذن الحكم العربي الجزائري يدير في هذه المدينة، مدينة السلفادور، مدينة جميلة، درجة الحرارة فيها حوالي 25 درجة مئوية. حكمنا العربي الجزائري جمال حمودي إذن بسنة 43 سنة يدير المباراة الثالثة إن شاء الله يا رب. لا الأمريكان يلعبون كرة قدم جيدة الحقيقة، ومونديال جيد للأمريكان في مختلف المباريات. عندهم بعض اللاعبين المحترفين في دوريات جيدة، عندهم لاعبين أصحاب خبرة. نظموا كأس العالم 94، قال لك الأمريكان ما راح يحضرون مثلا المباريات، لا الانهزار المطلوب منه اكثر اكيد كواحد من النجوم المرشحين لكي يلعب دور جيد مثل حكم المباراه. يعني الجزائر شرفت العرب في المونديال، الحكم الدولي الجزائري جميل الحيمودي يشرف العرب في المونديال كافضل عرب، كافضل حكام افريقيا. والعرب جميل حيمودي 43 سنة هو الرجل الذي يدير هذه المباراة، الحكم العربي الجزائري حاضرا للمرة الثالثة في مونديال البرازيل، حكم استراليا هولندا 3-2 لهولندا، حكم كوستاريكا انجلترا وتعادل الفريقين بلا اهداف، يحكم الان المباراة الثالثة. نأمل ان شاء الله النجاح والتوفيق من الحين. بعد مشاهدات المباريات في الدور الثاني الدور 16، من هو الفريق الذي يستطيع او ترشحه بمفرده للفوز مثلا ببطولة كأس العالم؟ الأرجنتين تراجعت، ألمانيا تراجعت، البرازيل تراجعت، هولندا تراجعت. ريال جيد، أنت ما عليك والله يقول لك الأمريكان ترى يعني عندهم رياضات أخرى، لا الأمريكان يلعبون كرة قدم جيدة، والأمريكان نظموا بطولة كأس العالم 94. أوريجي، أوريجي يظهر من البداية، الشاب الصغير أوريجي يظهر اليوم ويقدمه المدرب فيلموتس من البداية، يتقدم في هذه اللقطة ويسيطر على الكرة، يود الأمريكي اللعبة عالية إلى الأمام، الرأسية تحولت ولكن الكرة المقطوعة مرة أخرى وفيلايني لتسجيل الهدف الأول، لكن في محاولة أمريكية بدنا نشوفها أكثر اللعبة وتحولت، لكن مايكل برادلي اللي هو ولد بوب برادلي مدرب أمريكا مدرب المنتخب العربي المصري العزيز اللي يغيب مرة أخرى عن كأس العالم، لكن نهايات المنتخب البلجيكي كل منتخب يبغيه كل نادي يبيه. وصلت الكرة مباشرة إلى فيرتونغن، التقدم ممكن، جول ممكن، فرصة تسديد للهدف الأول تضيع على البلجيكيين. دبروين يتقدم وأربعة بثلاثة، وكرة زين التحول اللي تلعب وتحاول وتصل وفي العارضة، والان بلجيكا ممكن جول، الان بلجيكا ممكن جول، ولكن الكرة مقطوعة، أوريجي ماخذ له مكان، اللعبة في الجهة اللي يتواجد فيها بيزري، مرة أخرى بلجيكا تهاجم وتحاصر وين ومعاه أوريجي ومعاه هازارد، هازارد يسدد ولكن في متناول حارس، يعني هازارد أولا إلى أوريجي، وصلت الكرة للأمريكان، الأمريكان ضاغطين ولكن الكرة، شوف من هذه اللقطة كان ممكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية البديل يدي يتقدم ويدي هياها والتسديدة، لكن الكرة المقطوعة في الوقت بدل الضايع ثلاث دقائق، خطيرة خطيرة خطيرة، خطير أوريجي، خطير أوريجي، يتقدم أوريجي، لعبها صح والتسديدة مباشرة عند حارس المرمى هاورد. ما أعتقد، شوف الوقت الأصلي خلص، بدينا نلعب في يوم الجمعة القادم، طبعا فرنسا ألمانيا البرازيل كولومبيا الأرجنتين تنتظر الفائز هنا، وهولندا وكوستاريكا. بلجيكا ما سجلت، أمريكا ما سجلت، في هذا الشهد أن اللاعبين البدلاء هم اللي يسجلون، حدث ذلك في كل مباريات المنتخب البلجيكي، قالها صح ووصلت المنتخب البلجيكي الرأسية، ولكن تقدم هاورد وتيم هاورد يحولها إلى ضربة ركنية مع بداية الشوط الثاني. الوضع يستمر على ما هو عليه، هجوم بلجيكي دفاع أمريكي، والفريق الأقرب لتسجيل الهدف الأول لا شك هو المنتخب البلجيكي حتى مع بداية الشوط الثاني. هنا الحارس الكبير تيم هاورد خرج العدد الأكبر في ملعب المباراة، التقدم مرة أخرى، مرت من بلجيكي، هو دخل في الجول، أوريجي بلجيكا تبي الكرة في الجول، ما تبيك في الجول،
التعادل يستمر. وصلت إلى بلجيكا، بلجيكا الكرة اللي تحور رأسية من أوريجي، تضرب في العارضة وضيع على أوريجي، لاعب يحاول مرة أخرى، لاحظ الكرة الرأسية اللي تضرب العارضة وتضيع على المنتخب البلجيكي. بلجيكا تقدم الآن من دبروين مرة أخرى للمنتخب البلجيكي، التسديدة يرقبها حارس المرمى تيم هاور. بلجيكية على الأجواء المباراة، ووصلت مرة أخرى، والقذيفة القوية اللي يعملها فيرتون جين، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، عالطاير سدد بفعل أتت من المنتخب الأمريكي. بيزلي يتقدم يحولها إلى الأمام، أثار إذا ما سجل يسجل فيه، يتقدم يسجل خلص من لاعب ويمررها إلى أوريجي، أوريجي بدوره أيضا يتقدم، صارت أخطر انحطت لكنها إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بهذا الشكل من ميرتنز، تقدم وأوريجي لعب مباراة ممتازة، وأوريجي بدوره أيضا لاحظ يوم سيطر على الكرة. منتخب المصري المنتخبات العربية إن شاء الله في المونديال القادم، تحولت ووصلت إلى كورتوا طويل قامة طول مثالي، يملك كل شيء كحارس مرمى. اليسرى مرة أخرى إلى ألدر فيرال، التسديدة تمر لكنها إلى خارج أرضية الملعب. محاولة بلجيكية أخرى، سيطرة بلجيكية من اللاعبين. لاحظ العدد اللي هاجم فيه المنتخب الأمريكي، ولاحظ التسديدة ولكنها إلى حارس المرمى. ديمبسي يسدد وسجل هدف في مرمى غانا، عنده هدفين. وكرة المنتخب البلجيكي والصراع يستمر، وين رايح وين رايح وين رايح، تهيأ تنحط ولكن أيضا يرفضها هاورد، تهيأت إلى أوريجي. أكثر اللاعبين اللي حاولوا اليوم في خط هجوم المنتخب واحد يعملها، ممكن تنعمل في الفريج مباراة مثلا في اسمهم كأس العالم، ممكن المونديال. 73 هدف الأول، بلجيكا تسجل الهدف الأول، الانطلاقة تأتي من هازارد، هازارد يا سلام يا من أوريجي، ويا سلام انفراد، ممكن الجول لكن تيم هاورد يرفض. أيضا محاولة اللاعب ميراليس، النقلة صح من هازارد، وأجمل شوف 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 شوف، ولاحظ الأجمل من أوريجي. أوريجي لاعب المنتخب الألماني ولاعب المنتخب البلجيكي، تحولت إلى فيلايني، هازارد يسدد أيضا، هاورد البطل اليوم، بطل المباراة تيم هاورد حارس مرمى من دبروين. مرة أخرى أيضا إلى الأمام، منقولة الانفراد، يا الله إنها مباراة الفرص الضائعة. وصلت إلى هازارد، هازارد يقدم الهجوم الآخر إلى أوريجي، أوريجي يعمل أيضا تسديدة، الحاضر دائما تيم هاورد، لا زال البطل هو تيم هاورد. دبروين، دبروين يسيطر على الكرة، والهجوم الحاضر إلى هازارد، هازارد أيضا يضيعها. الشياطين الحمر، فرصة وراء فرصة، هجمة وراء هجمة، كورنر ورا كورنر، برق صح ونقلة أيضا صح ونقلة أيضا صح، لكن هذه مو بصح لأن تعب كومباني. الاسبرنت اللي عمله من المنطقة البلجيكي، فيرتونغن إلى أمام إلى هازارد، هازارد ولكن أيضا مقطوعة. مش ممكن، مش ممكن أن المباراة تكون صفر. وصلت المباراة إلى ضربات ترجيح، يمكن يكون له دور إلا إذا الأمريكان في هذه اللقطة، الكرة المقطوعة وحاضر للأمريكان، وصلت عالية وخطيرة تنحط، الله 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 الله، كل الأمريكان اهتزوا، الأمريكان اللي يتابعون المباراة في أمريكا وفي ملعب المباراة. يتقدم لكن أمامه مدافع قوي، وأتت صافرة حكم المباراة، لا بلجيكا سجلت ولا أمريكا سجلت. مرة أخرى شكرا للزميل خالد ياسين. المباراة اللي فرص على أساس أنه يسجل هدفه الأول في مونديال البرازيل، لكن أمريكا تهاجم، والرأسية الحاضرة
من المدافع المتقدم مباشرة أو لاعب خط الوسط المتقدم جونز، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. والله أنا البلجيكي اللي يبدأ هجوم بوسطة اللاعب لوكاكو، لوكاكو لوكاكو سيطر عليها، غادر أوريجي، حضر لوكاكو، لوكاكو نقلها ومرة أخرى جول جول. طال انتظاره للبلجيكيين، خرج الأسمراني أوريجي وأتى الأسمراني لوكاكو وهيأ الكرة إلى دبروين، ودبروين يسجل الهدف اللي طال انتظاره مع بداية الوقت الإضافي الأول. لوكاكو لتسجيل الهدف الثاني، ترى ما في ردود أفعال كبيرة من الأمريكان. لوكاكو، ولوكاكو يسدد، ولكن أيضا يتألق حارس المرمى هاورد. اللاعبين البدلاء هنا لوكاكو، واللاعبين البدلاء اللي يسجلون، واللاعبين لأي هدف. لوكاكو الشهية مفتوحة، لوكاكو الشهية مفتوحة، يسدد، ولكن أيضا بطل المباراة لا زال كفور. مروان فيلايني ينقل الكرة، فرصة بلجيكية أخرى، بعد يرفضها، بعد يرفضها، خلاص تيم هاورد، تيم هاورد. والبلجيكيين خطرين في المرتدات، وقدامك واحدة مرتدة، قدامك واحدة مرتدة، وقدامك لوكاكو اللي يتقدم، وأمامك دبروين، ثلاثة بأربعة وصلت إلى لوكاكو، جول، يحطها في الجول. لوكاكو يسجل الهدف الثاني. لوكاكو يعمل كل شيء في المباراة، يقبل الكاميرا، وصنع الهدف قبل قليل، وسجل الهدف الثاني. ما قدر على هاورد إلا لوكاكو. كل البلجيكيين حاولوا، الكرة حاضرة، والحقيقة أن هازارد، 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 أنت بكرة إذا يعني إذا تستمع، كرة خطيرة للأمريكان، جول جول. أمريكا في وقت مناسب وبواسطة اللاعب البديل تحرز الهدف في مرمى كورتوا، على أساس أن الوقت الإضافي الثاني يولع. ولع هذا الشاب الأمريكي، ولع المباراة، صار أعطى الضوء الجرين، أعطى الضوء الأخضر للأمريكان أنهم يحاولون. الكرة الخطيرة، الله، ضاعت، ضاعت المباراة، ومن اللي قد تضيع المباراة من البلجيكيين. خلص لاعب لوكاكو، خلص لاعب لوكاكو، تخلص الثاني لوكاكو، أنهى المباراة لوكاكو. لا، ما أنهاها لوكاكو، ما انهاها لوكاكو. ما ادري ليش حطها على دكه الاحتياط، ما ادري، مو بعد ذلك الفرصه، الضربه الحره المباشره تاتي، التسديده، لا والله لم تاتي التسديده، انفراد، انفراد، انحط الجول، ما انحطت، ضاعت على يو اس اي، وبالتالي فرصه حقيقيه وانفراد لمصلحه الامريكان. يتقدم والامريكان يتقدمون، اصبح الامريكان يتقدمون ومره اخرى الى الامام. لكن شوف اداء المنتخب الامريكي امامنا الان يذكرني باداء في المبخر، ثمان اخر سبع اخر خمس، اصبحت الان بلجيكا في مأمن، بلجيكا الى التأهل، وبلجيكا عبرت، وبلجيكا